طيب، سنحاول تخصيص حيز زمني في هذا الإطار للحديث عن إعادة النظر في شروط الالتحاق بكلية الحقوق. معي بالأستوديو المحامي والناشط الحقوقي السيد عبد العزيز محمد صديق، مرحبا بك. مرحبا سيدي. عبر الهاتف كذلك ينضم إلينا الأستاذ نجيب بيطام المحامي كذلك والناشط الحقوقي، مرحبا بك أستاذ بيطام. طيب سيد عبد العزيز، كيف تنظر إلى ربما هذا التصريح الذي يتعلق بتحديد شروط جديدة أو وضع شروط جديدة من أجل الالتحاق بكلية الحقوق، مع أخذ بعين الاعتبار أن كلية الحقوق الآن بكل صراحة نتحدث عنها متاحة أمام الجميع، ربما أخر معدل في الناجحين في شهادة البكالوريا يمكنه الدخول بسهولة إلى كلية الحقوق؟ نعم، على كل حال في هذا الصدد يجب أن نتطرق إلى نقطة مهمة ليس فقط في كلية الحقوق وليس فقط في الجزائر، بل نظام وإدراج الشروط المتعلقة بالدراسة سواء كان في فرع الحقوق أو في فرع الطب أو في فرع آخر يتم مراجعته بصورة دورية خلال 5 سنوات أو 3 سنوات من طرف القطاع المعين أو بناء على مبادرة بعض القطاعات أو بناء على الإجراءات القانونية المعمول بها. كذلك على الصعيد الدولي نجد كلية الحقوق في العالم، مثلا في جامعة روما وفي جامعة سربون في باريس، يتم مراجعة هذه القوانين خلال 3 سنوات إلى 10 سنوات، فيها شروط الالتحاق، فيها كذلك يعني فتح مجال بحث متخصص في بعض المجالات، وهو أمر عادي وروتيني. أما تصوركم بأن كلية الحقوق في الجزائر يلتحق بها من له معدل يعني ضعيف في، أنا لم أصادف هذه النقطة لكي أعلق عليها، لكن أقول بأن القانون في كلية الحقوق قد حدد شروط الانخراط في كلية الحقوق بتحديد أولا شرط المعدل وبعض الشروط الإدارية المعمول بها في هذا الصدد. طيب، ناخذ وجهة نظر الأستاذ نجيب بيطام، سمعت ربما تعليق السيد عبد العزيز محمد الصديق، ما رأيك؟ والله يا أخي نصر، أنت تعرف أنا مخضرم في المهنة نتاعي، أنا محامي وأستاذ جامعي في كلية الحقوق بجامعة باتنا. وإحنا عندنا واحد المثل هنا متداول اللي يقول لك تقرأ في الجامعة ولا مداير حقوق؟ تقرأ في الجامعة ولا مداير حقوق؟ هذا نوع من الاستهتار بهذا الفرع. هذا الفرع اللي يفترض انه كيما في الدول اللي تاخذ بالنظام الانجلو ساكسوني في بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه، مو سهل على اي واحد باش يدخل كليات الحقوق. يطلبوا معدل كذا، ومو سهل باش تكون قاضي في بريطانيا، ومو سهل باش تكون محامي. عندنا في الجزائر العكس. اسهل شيء انك تصبح محامي. نعم؟ اسهل شيء انك تصبح محامي. اسهل شيء انك تصبح محامي، وتسمح لي يعني هذا الكلام هذا اذا كان، انا مانيش عارف المصدر تاعو، ولكن اذا راه صادر من عند السيد وزير العدل. طبعا التصريح كان الان بث قبل لحظات. الوزير العدل انا اشاطره الراي ونقول له رانا متاخرين كثير كثير كثير، مع كل احترامي للزملاء اللي راهم في كليه الحقوق والابناء الطلبه في كليه الحقوق. ونظام الالم دي هذا اخي ناصر، نظام الالم دي هذا كارثه على فرع الحقوق. على فرع الطالب تكون في 3 سنين يروح يمشي يصبح قاضي ويصبح محامي. أنا طيب، هذا نعم. هذا السيد نجيب بيطام يجرنا للحديث عن مختلف البرامج الموضوعة في كلية الحقوق والتي تدرس منذ سنوات. نعلم جيدا، نحن منذ كنا طلبة في كلياتنا نعلم بأن شعبة الحقوق تعتمد كثيرا، إذا توافقني الرئيس سيد عبد العزيز، على الحفظ. فهل تعتقد أن التمكن أو الاستطاعة على حفظ كمية من المعلومات قادر على أنه ربما يواكب كل التطورات أو كل ما نكتشفه سنويا في قطاع العدالة وفي مجال المحاماة من أجل الدفاع عن أشخاص أو من أجل الحكم على أشخاص؟ لا، أنا في رأيي يا أستاذ أن المسألة تتعلق بشروط الالتحاق إلى الكلية، ولا أنا تصريح تاع السيد وزير العدل وأني سمعته الآن تكلم على شروط الالتحاق بكلية الحقوق، بمعنى تعديل شروط الالتحاق إما برفع معدل الالتحاق أو بغير ذلك من الشروط اللاحقة به. أما مسألة التكوين في حد ذاته
والمناهج والمناهج وكما تفضل زميلي والدكتور بيطام حول نظام الال ام دي فهو محق. وانا في نظام مثلا الانجلو سكسوني كما تفضل به السيد بيطام حتى شروط الالتحاق الى مهنه القضاء تختلف اختلافا جذريا عن الجزائر. في 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 في, في بريطانيا باش تولي قاضي يجب الاقل من شروط الالتحاق ان تكون محامي لمده 5 سنوات لكي تلتحق ب يعني رانا نتكلموا على شروط الالتحاق. اما ان نوجه اصابع الاتهام ضد كيان معين نقابة المحامين او اي كيان اخر انا ضد هذه الفكره، لانه المساله تتعلق ب ب بشروط الالتحاق، تتعلق كذلك ببحث علمي سواء ان كانت 3 سنوات هي مده كافيه للتكوين، هناك 3 سنوات وهناك نظام الماستر وهناك النظام الكلاسيكي، انا قريت نظام كلاسيكي 4 سنوات زائد كذا، وهناك تكوين يتم تعطير المحامين من طرف نقابة المحامين، وكذلك بالنسبة للقضاة يتم تعطيرهم عن طريق المدرسة العليا للقضاء. أما في أن نقوم مثلا باتهام فئة معينة على أنها تحصلت على أنها معناتها ما عندهمش كفاءة، خلينا نهضروا يعني بصراحة أنه طبيعي نحن لحد الآن ما اتهمنا حتى واحد، لا 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 يعني بالمعنى ولا نقولوا أنه بيلوت طاير في السماء ما عندوش معدل مليح ولا عنده معدل آخر. أنا أرى أننا خرجنا على المجال وخرجنا كذلك على في رأيي على التصريح تاع السيد وزير الأكل. طيب أستاذ نجيب بيطام يقول السيد عبد العزيز أنه خرجنا على هذا الإطار، هل تعتقد بأنه التعليق ربما على محتوى المنهج مثلا أو عدد السنوات التي يتم تلقين فيها كل ما يتعلق بسلك المحاماة، هل هذا الشيء ربما غير عادي؟ صحيح أخي ناصر الدين، ما ندرسه في الجامعة يختلف في نسبة كبيرة بحوالي 40-50% الشيء اللي يلقاه القاضي أو المحامي اللي يخرج الميدان. نعطيك أبسط مثال، نحن بعيدين جدا جدا على مسألة التحكيم التجاري الدولي، وعندنا نقص كبير في الجزائر في المحكمين التجاريين الدوليين، وهذا المادة لا تدرس في الجامعة إلا قليلا. يعني شي قليل، أنا مش حبيت نقول أخي نصر ضرورة التنسيق بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي، لأنه المسألة تتعلق بوزارة التعليم العالي. والآن نقابة المحامين ووزارة العدل لما توظف القضاة، الله غالب احنا ماناش نتهموا فيهم، الله غالب هما يعملوا بالمنظومة القانونية اللي موجودة الآن، وبالتالي ضروري نعدلوا النظام القانوني وكيفيات ومعايير الالتحاق بكلية الحقوق ونرفعوا منها. في بريطانيا وفي أمريكا وفي فرنسا تتعادل مع شروط الالتحاق بكلية. يا أخي أنت غدا أنت قاضي وأنت محامي، أنت تفصل في مشاكل الناس في قضايا الناس، يجب أن تكون على مستوى معين من الملكات المعرفية والعلمية. طبعا قطاع العدالة مهم في كل المجتمعات. سيد عبد العزيز هل تعتقد كل شيء يقوم على العدل أخي نصر الدين؟ طيب. كل شيء مبني على العدل. سيد عبد العزيز هل تعتقد بأنه بهذا يريد وزير العدل إعادة الاعتبار لمهنة المحامي ومهنة القاضي في الجزائر وإعطائه المكان اللازمة؟ أنا أرى خلاف ذلك، أنه السيد وزير العدل يريد من خلال مبادرته بتعديل شروط الالتحاق إلى كلية الحقوق بمعنى رفع وتحديد ما يسمى بالنخبة، يريد أن تكون كلية الحقوق نخبوية من المتفوقين، وذلك بالارتقاء بالتكوين إلى يعني ليس من هب ودب يقدر أنه يدخل شعبة الحقوق. أنا فهمت هكذا، يعني بتعديل شروط الالتحاق معناتها برفع المعدلات للالتحاق إلى غير ذلك، يعني وتحديد الأشخاص من لهم الحق في الالتحاق. ممكن أن يكون كي نقولوا نتكلموا على الشروط، ممكن مثلا في بعض الدول مثلا الدول الأمريكية وين يدي البكالوريا وروح يدرس مثلا سنتين في معهد خاص ثم يدخل يعاود يقرا الحقوق. دونك اذا ما المبادره وشنو هي الشروط، ما هي الشروط التي يريد تعديلها، وما هي هذه المبادره لكي يتسنى لنا يعني مناقشتها اليوم. لكن الهدف في الاخير هو رفع المستوى في جميع القطاعات. والسؤال اللي يطرح نفسه حاليا، هل تغيير نظام الال ام دي الى من نظام كلاسيكي الى نظام الال ام دي اثمر او هو تعديل صائب يخدم هذه
الفئة المعينة، الحقوقيين اللي راهم يكونوا ليس فقط محامين وقضاة، بل هم ضباط شرطة، بل هم درك، بل هم كذلك في كل الأسلاك. نعم، في جميع الأسلاك الحيوية. هذا مشكل واحد، والألم دي تحدثنا عليه يعني مرارا وتكرارا، لابد من تقييمه، لابد من إعادة النظر فيه. هذا موضوع ربما آخر. سيد بيطان، في رأيك ما هي الشروط التي يجب أن توضع من أجل ضبط هذين السلكين، القضاء والمحاماة؟ شوف، أنا عندي اقتراح أخي نصر الدين، عندي اقتراح. نتمنى يفردوا فرع القضاء في كلية الحقوق. يعني الطالب اللي يشوف روحه راح يروح يكون قاضي في المستقبل، أو محامي، أو موثق، أو محضر قضائي، أو ضابط شرطة قضائية، نديروا له فرع نسميوه الفرع القضائي، يبدأ يتكون في مسائل القضاء بالإجراءات وكذا منذ السنة الأولى جامعي. ومن بعد كيعقب المسابقة تاع القضاء ولا تاع المحاماة، ننتقيو النخبة. ماهوش من هبة ودب يا أخي. نظام الألم دي في الجزائر التقييم تاعو راه واضح في مسألة الحقوق، هو نظام فاشل فاشل فاشل. احنا بكري في النظام الكلاسيكي أخي نصر الدين، مقاييس نقراوها في ربع سنوات، مقاييس سنوية تدرس من سبتمبر لجوان. الآن المقاييس السداسية نقريوها في شهرين، واش راح يحصل الطالب؟ لا يحصل شيء في الختام. لذلك المستوى الآن تدهور كثير. تسمح لي أخي نصر الدين، على مستوى القضاء مع كل احتراماتي لزملائي، وعلى مستوى المحاماة بالخصوص. طيب سيد عبد العزيز، الطلبة اليوم لما يقرر أي واحد فيهم أنه يتوجه إلى كلية الحقوق، نقولها بكل صراحة، أي عائلة لما يصنف الشعب يوضعها في المرتبة الأخيرة، يعني نسبة قليلة جدا نشوفهم أنهم يحبوا أنه يتوجهوا لكلية الحقوق. في التصنيف بما أنه آخر معدل ربما يقدر يسمح بالدخول إلى هذه الكلية، يلقى نفسه يدرس حقوق حتى لو ما كانش عنده هذا الاهتمام بهذا المجال. كيف يمكن أن ينعكس هذا على مستقبل المحاماة والقضاء؟ على كل حال، هذه مسألة يا أستاذ، هذه مسألة نسبية، وهذه مسألة تتعلق بمسألة التوجيه البيداغوجي المسلم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ونظام توجيه البيداغوجي، هناك مراسيم، وهناك شروط، وهناك كذا، وهناك دراسة، وهناك لجنة، وهناك إلى غير ذلك. أما بمجرد أننا نتصور ما يتداول في الشارع على أساس أنه فلان أو فلان وضع مثلا خيار الحقوق هو الأخير وتحصل على الحقوق أو إلى غير ذلك، لا يرقى لأن يكون حقيقة يتم معالجتها. يعني تريد القول أن هذا الشيء بعيد عن الواقع؟ لا أقول أنه بعيد عن الواقع، هذه مجرد هذا الشيء موجود، هذا الشيء نعرفوه احنا في عائلتنا، نعرفوه. السيد بيطام إذا توافقني رأي، ما عندناش اختلاف على هذا الشيء. موافقك تمام يا أخي، موافقك تمام. يعني موجود هذا المقولة، لأني خذيتها في الشريط، تدرس في الجامعة أو بكلية الحقوق، هذا الشيء نعرفوه. يعني أي واحد لو تسأل الآن ابنك أو بنتك يعرف هذه المقولة. لا، أنا نتكلم على، تكلمت يا أستاذ، تكلمت سؤال بسيط وواضح. أنا قلت في قضية الاختيارات، هذا اختيارات، هناك برنامج للتوجيه الجامعي، إنسان يدير خيارات، هناك برنامج جامعي، وهناك صب في هذا الإطار، وهناك أنا باعتباري حقوق البسم نتكلم على نظام التوجيه. إن كان هناك مشكل في نظام التوجيه يجب أن نعالج المشكل. أين هو المشكل؟ المشكل في نظام التوجيه، هل المشكل في شروط الالتحاق؟ أين هو المشكل؟ لكن باش نجيبوا احنا مقولة ونقولوا هل تقرأ حقوق ولا تروح للجامعة، نقدروا نجيبوا مقولة واحدة أخرى، هل مثلا الصحافي هم نصهم كاع حقوق راهو حقوق، خارجين تخصص، قال مثلا كذا. هناك يعني هناك عدة يعني اقتراحات يعني تكلموا عليها ناس، وكاين طابوهات في هذا المجال، ولكن أنا اللي نتكلم، أنا راني مسؤول على كلامي، نتكلموا واقع. هل المستوى يعني نتاع كلية الحقوق هو في مستوى الدول المتطورة؟ هل مستوى كذا؟ هل هناك جهات يجب عليها تقييم هذا المجال؟ ما نقدروش حنا نقولوا ولا نتهموا جهة معينة، ولا نقولوا باللي انه المحامين كلهم ولا القضاة كلهم كذا، لا تصل بنا الأمور إلى هذه الدرجة. أستاذ نجيب بيطام، أستاذ نجيب بيطام، حتى التعامل داخل الجامعة، بما أنه وزارة التعليم العالي معنية كذلك اليوم على غرار كل التخصصات، يبدو لي أنه فيه كذلك شكل من أشكال ربما عدم الانضباط داخل هذه الكليات. مثلا نتكلم عن كلية الآداب، كلية الحقوق،
ما عندهاش ذلك الاهتمام ربما من قبل السلطات المعنية. هذا ليس حكم وإنما هذا الشيء موجود نلمسوه بحكم أنه عدنا أفراد من عائلتنا يدرسوا في هذه الجامعات. ربما مثل الطب مثلا فيه شيء من الصرامة، مثلا الصيدلة فيه شيء من الصرامة، وهي جامعة جزائرية في النهاية، هي جزء من الجامعة الجزائرية. من قال لك أن الجامعة كلية الحقوق ليست فيها الصرامة؟ لا لا نعطي له فرصة يجاوب فقط. شوف أخي نصر، والله غير يعني اسمح لي وضيفك الكريم يسمح لي، أنا نتكلم اليوم الحقيقة. طبعا احنا لا نريد مجاملات ولا نريد لا نريد مجامله، وانا محامي واستاذ الحقوق يعني. هاو يتكلم من قلب الجامعه. هو دكتور ناصر بيطا. انا الاول ننتقد نفسي انا الاول. شوف في وقت قريب استاذ ناصر كانت كليه الحقوق بباتنا يسميوها عاصمه القانون، كانوا ولاد المسؤولين تاع تونس يبعثوهم يقراوا في باتنا في كليه الحقوق الجزائريه. معروف اليوم اخي ناصر تونس لا تعترف بشهادة الكفاءة المهنية الجزائرية لمحاماة. لا تعترف بها، يعني هذا يعكس التدهور تاع المستوى تاعنا. في فرنسا لما تدي ماستر وتروح لفرنسا باش تعاود تقرا يقول لك ما تعرفش بالماستر تاعك، تعاود تسجل ماستر جديد. يا أخي نريد أن نرتقي بالمستوى. احنا ماناش ننتقدوا باش نبنيو، ماناش ننتقدوا نفوسنا يعني باش نديروا. نشخصوا العلل، نشخصوا النقائص ونحاولوا نسترجعوها. كنا متميزين في الحقوق على مستوى إفريقيا، كل دول الإفريقية تبعث طلبة تاعها يقراوا في الجزائر، كل طلبة الأفارقة يقراوا. اليوم الكليات تاع الحقوق تاع الجزائر فارغة من طلبة الإفريقيين، اللي تعادوا ما يقصدوناش. علاه؟ هذه حقيقة نقولوها يا أخي، حقيقة نقولوها. المستوى تاعنا مستوى الأستاذ ما حطلوش في يده الإمكانات باش يبحث ويمد. نقول لك حاجة أخرى أخي نصر، شوف مليح ديما نرسموا صورة مليحة للطلبة تاعنا، نقولوا نشوفونا احنا محامين متميزين بفضل الله ونعمة الله. والقضاة هم النخبة في الجزائر. لما نقول لك قاضي راني نقول كيما الطبيب، النخبة للأسف هذو النخبة تاع المجتمع، القاضي والمحامي والموثق والمحضر القضائي للأسف يدخلوا بعشرة للجامعة. والطلبة كي تسألوا في الجامعة أخي ناصر كي تسقسيه يقول لك أنا درت هالرضي والدية ما حبوش يقبلوني في فروع واحدة أخرى. هذا ربما إجحاف حتى في حق الطلبة في حد ذاتهم، لأنه أتصور أن أخويا نقولها لك. أنا نسأل بعض الطلبة يقول لي يا أخي أنا ما لقيتش واش ندير، ما لقيتش واش ندير باش نرضي والديا، ما نقعدش نهوم لبرا، جيت ندير حقوق. للاسف رغم ان هذا الفرع يخرج النخبه في المجتمع. شكرا استاذ بيطا. كبار سياسة العالم وكبار رؤساء العالم خريجي معهد الحقوق، اوباما، كلينتون، سيركوزي، كل عظماء العالم خريجي الحقوق. شكرا جزيلا لك لأن الوقت داهمنا استاذ نجيب بيطام، كنت معي عبر الهاتف. سيد عبد العزيز اذا عندك اضافه في الاخير قبل ما نختم. الشيء الكلام اللي قاله زميلي الاستاذ بيطام، إذن المسألة تتعلق بشروط الالتحاق إلى كلية الحقوق. طبعا هذا الشيء ما اختلفناش عليه. شكرا جزيلا لك سيد عبد العزيز، كنت ضيفي هذه الأمسية، شكرا على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. نعود فقط إلى تصريح مستشار المدير العام للجوية الجزائرية محمد شارف في اتصال هاتفي طبعا قبل لحظات، في تصريح لنا قال بأنه مجلس إدارة